مرحبا بك في المجلس التأسيسي هذا اللي معنا اليوم في حصة بوليتيكس. ايوه باش تعدى في رمضان ان شاء الله. كل المواطنين المشاهدين رمضان مبروك وكل عام وانتم طيبين وربي يثبت الاجر. كل عام وانتم طيبين خير. عم الطاهر في العشرين لا يعرف ذرع ولا لقى توا كيفات السبعين طالب يرتاح ويتك باو ذاك المسؤولية وعدى فيها نهير شاف بالصبحية للعشوية عرف يسير في العراف فهموا للديمقراطية ما يمنش بالاكتاف لا يفرق في الجهوية بين مدن وبين رياف دور قال الكلمة ليا ويا ويلو يخرج على السكة خرجت وقضة إشهارية وبعد نشوفوا البعككة قالوا دارك ضرب بونية ولعظة زعامة في ضرب الركة تكواندية وكاراتية واللي زعيم حتى بالسكة وعم الطاهر فوق الدكة يحط في راسه ألف حكة وقال لهم كلمة ذهبية مسقولة بألفين محكة يلا ولاد يلا ولاد ريثوا شوية نهار العرس نديروا عركة تحب نجيب لكم البوليسية ولا نهبط بيدي بفركة احنا النخبة الوطنية ما يلزمش يصير هكا عم الطاهر شعلت نارة وزاد كثر عليها حكاكو والنواب قدام الإدارة هكا يتشاكو ويتباكو الراتب ما يجيبش دوارة صار الحومة هولاكو زاد رفع في أسعارة فحش حل فيها أوراكو الخضارة والعطارة يحبوا يزيدوا فيها الباكو عم الطاهر كي تتقاعد ومن التأسيس تفض الشركة وانت تعرف في المقاعد لا فيها حركة ولا بركة ما تنساش كيف تتقاعد تشري خروطة بالتكة تنساك الناس وتتباعد ما تنساش حج المكة وينصفنا التاريخ الشاهد انك راجل عندك حنكة اما العامل فيها مجاهدة شلبوق بنين على حنكة مش هكا عبطارة مرحبا بيك عبطارة اهلا وسهلا انا اول مرة مش شق فتري برا داري راه وانتي وانا كيف كيف مش شق اول مرة فتري خارج داري بما انه الامور تفرض علينا الصوم واجب والعمل واجب دقائق قبل ما يذن الأذان إن شاء الله ونشوق الفترة بتاعنا تذكر صور أول مرة صمت فيه أول مرة صمت فيه كان في جوان في وسط تخريب حاجة وسط جوان كما هكا أو في الأسبوع الأول لأن كنا ننتظر العطلة الصيفية اللي كانت تبدأ نهار 1 جويلية وكنت في ذلك الوقت يمكن عمري 9 سنين أو 10 سنين كملت نهار كامل ولا سرقت الزيتون لا 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 نصوم نهار كامل ونكمل نهار كامل والصوم هو عبادة راه الصوم مش انقطاع الأكل الصوم عبادة وليكون صوما لابد أن يكون عبادة والعبادة تقتضي التطهر وتقتضي الارتقاء بالنفس إلى الأعلى الله أعلى وأكبر على من طغى وتجبر ربي لك صمت على رزقك أفطرت تقبل مني واكتبني في الصالحين بسم الله الحمد لله صح سيدي تقبل الله صومنا توا تسمحوني مش نمشي نعطي حق ربي المغرب وبعد نجيو للعشاء
ونواصلوا الحديث متاعنا إن شاء الله. نداء الله قبل نداء العباد. ربي يتقبل. قبل الله أمطار. قبل منه ومنك العمل الصالح. عايشك أمطار. تو رمضان السنة الحلقة هذه مع رجل السياسة. احنا العادة الفنانين نبداو نستناو فيها ميسرتنا هذه. نبداو نتعاركوا مع الكورجية 11 شهر. اي. عندنا شهر رمضان برك نظروا فيه احنا معناها. الشهرة 11 شهر للكورجية وشهر الممثلين. وشهر. تو دخلوا بعد الثورة دخلت لنا رجال السياسة ونساء السياسة ولا فكونا ذول حتى رمضان فكونا الشهرة جملة معناها ما عادش ظاهرين. لا. ولات العام 12 عندكم انتم من ميسرة تبارك الله. الكورة كانت ملأ فراغ لأنه البلاد كان فيها فراغ والفراغ مرفوض من الطبيعة. فعندما كان هناك فراغ لابد من ملء بشيء مهما كان. وبما أن السياسة في تونس كانت تهدف إلى التفاهة في كل شيء حتى يشتغل الناس بالتفاهات ويشتغل الحاكم ومن معه بالسرقات. لا واحد يشوف واحد توا يسرقوا كانوا حتى في رمضان يسرقوا. وتوا وقت الـ الأمور استقامت الفراغ نعديوه بالشأن العام اللي هو يسميه السياسة وبمشاكل الدنيا بكل ما يهم الدنيا وبالفن نرجع للفن ونرجع للإبداعات متاعنا نرجع كذا وانتهى الفراغ. لأنه حتى في الأريتميتيك الغايب يحطه في بقعة صفر. كي تقول 105 واحد ما يزموش يغيب يولي مات. هون عندك واحد وخمسة وفلوس صفر على خطر العشرة تغايبي. قبل الشعب كان غايب تو الشعب مش حاضر معاش صفر. حكينا على حومتك في رمضان عم أمطار. حكينا شوية على جو حومتك في رمضان. في رمضان النهار في النهار نعديه. أنا عندي 25 عام متقاعد. متقاعد 25 عام رمضان نعديه شهر عبادة ودراسة وبحث وتأمل وقراءة قرآن. نقرأه 4 مرات في شهر رمضان مع التأمل ومع الوقوف عند بعض الآيات ونستخرج منه أشياء وكأني ما قريتوش قبل وما ريتوش. وكل قراءة تظهر لي أشياء جديدة وهذه القوة متاع القرآن. وساعات نكتب حاجة وساعات يجيني وحي الشعر نكتب لا يحضر تأخذني فكرة تدخل راس تختزن تقعد تخدم وحدها تخدم وحدها حتى لين تستقيم. وساعات مباشرة نجمش هيك مباشرة أنت وترتجل لي في لقائنا أنا وياك هكا أول مرة قابلت شخص ما تعرفوش نجمش ترتجل حتى صدره عجوز على لمتنا هذه صعيبة. لا توا صايم. لا ما كانش في ذهني. لازم حاجة تكون من ذهني. أخرنا حاجة من الحاجات اللي نجم تكون هكا كتبتها وتستحضرها مثلا. كتبتها واستحضرها مثلا في فاش تحب نحكي باهي في رمضان احنا مناش متزمتين نقولوا شوية غزل ماهيش مشكل. قولوا بنت بدر كأمها في الجمال لا تبالي ومثلها لا يبالي لما لاحت من سحرها نام رجدي واستفاقت عواطفي وخيالي فتراني أغازل الطيف وهما وتراني في جنة وظلالي. الله 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 هذا الله. عيش وما سواه ضلال لا تلومني سيرتي في الضلال. قال صاحبي والله مسك جل قلت كلا وحق رب الجلال لو رأيتم ما قد رأيت لقلت هذا ولقلتم والله ولقلتم حال هذا والله أفضل حالي. أنا حر والله وحده يقضي بين قوم تخالفوا في المقال. هذا الجانب الفني معناها في عم الطاهر هميلة. لكن عم الطاهر تو هذا الشعر أنا مذوق الشعر ما نعرفش نكتب الشعر. قولوا احنا شعر صندي معناها شعر صحيح و... لا الصندي هذا كان متاع الشعر الشعبي الشعر الشعبي كيبدا كخوي يقولوا شعر صندي
عندك انت عاد زميلك في في المجلس اختصاص شاعر صندي. لا حتى الشاعر الشعبي يقول تقول شاعر شعبي نفس شعر ابراهيم القصاص في الشاعر الشعبي. لا ما نافستوش ما تبريتش معاه اما نقول قول ساعات قول شعر شعبي مثال ترى عم تذكرش حاجة الشعر الشعبي قول في الغزل زادة كيف كيف تحب غزل اي مال احنا ما هنش بتزمتين كما قلت انت ليش تكزي لنا نحبك وانت تتمنى خلي الخلق كله يسمع انت تكزي ولا ينزيدك كان محبة ومانيش مزي حتى تزي تخبرنا كيخيت الكبة باي برش تول ساعات هكا في اللمات في في الدار في رمضان يطلبوا منك العائلة انك لا تحطوا نحكي ونسمعوا التلفزة ونفدلك تول معناها عندك جو انت تو عندك معناها كل واحد تعطي شربه ظاهرك كما قال يقول المثل معناها في العائلة كي تبدا في الانتيميتي نتاع العائلة الانتيميتي نتاع معناها مع صغارك مع العائله الكبيره شكون هكا اللي يخلق الجو تخلق نفس الجو ولا صغاري لا ولا لا الاب لا نتحطوا لا لا لا, لا نتحطوا عن التربيه نتاعنا تربيه اصيله نتحطوا نتشاوروا نتناقشوا نتطارحوا ونسمعوا كلام بعضنا ونحترموا بعضنا وكل حد حر وساعات احفادي نحب نستفز يبدا صغير صغير سبع سنين ثمانية سنين نستفز وهكا باش يتغشش وباش يقول كلمة هكا جديدة شكون يحبوا أكثر جدهم أنت ولا جدهم من الأم؟ والله السؤال هذا عنده موم ومش عندي يعني مش لا أنت ما أحساسك زاد كيف لا لا, لا ما نعرفش والله ما نعرف نقش خطر هما يتسألوا يتسألوا وقضية رمضان قضية رمضان نقضيها وطاولة رمضان شكون يقضيها رجل الدار برسيف في الصباح نقضيها ونقضي ما لازمنا وكذا وفي العشية والطاولة تحضر معها تبدأ في رمضان قبل المغرب بربع ساعة نعاون نعفص على قلبي شوية لا نعاون المدام أنا عندي الأولاد وعندي كذا أنا عندي ستة يعني عندي ستة أولاد عندي خمسة أولاد وبنت وولد عنده زوز ونتلموا الكل في الدار وتولي ربي كمل عليكم تولي عيلة كبيرة وطاولة منصوبة وكذا ولباس الأمور نعيشوا حياتنا بنعرفش أنا الإعجاب معناها بالفن التونسي احنا تو في شهر رمضان يكثروا معناها الحفلات الفنيه ويكثروا معناها المسلسلات يعجبوك معناها الممثلين التوانسه يعجبوك المطربين التوانسه معناش المطربين الجدد معناها لا ثم انا ما نسميهمش ثم اصوات جميله برشا القدم مثلا علي الرياحي مثل مدرسه خاصه به مثلا الجاموسي يمثل مدرسة خاصة به ثم البقية كان الشادلي أنور وكان زرياب وكان محمد التريكي جيل توم ما يعرفوهمش برشا ما يعرفوهمش أنا قريت الموسيقى على زرياب قريت موسيقى؟ إيه عملت شوية موسيقى تعزف عود الرشيدية عزفت عود عزفت العود ومشى وتو يمكن عندي 35 عام ما شديتش عود فيدي كنتش في الكورال كومبارزال مثلا؟ لا أنا أسباب خروجي هو الكورال ما نحبش الكورال وقتها الكورال حبوا يهزونا باش نغني والبرقيبة في عيد ميلاده وقتها أنا بطلت أنت كنت نزلت شوية راك ربحت الشهرة قبل على الأقل ب 30 سنة وش حاجتي بالشهرة؟ هاك وليت مشهور تو عاد أنا وليت مشهور بالضرورة ونسيتني علي خلني لا شريتها لا دفعت لها أنا كان مشيت غنيت في عيد ميلاد بورقيبة راك تو مثلا نسموا بيك كيما الهادي الجويني وكيما علي الرياحي وكيما محمد القلال وقت لا باش نغني كان يلزمني ننطلق في خط آخر أنا انطلقت في خط البحث والمعرفة والمطالعة زعما مش حكاية صورة الفنان عند المجتمع هي اللي هربتك شوية يمكن شيء كثير من هذا وانا اخترت حاجه اخرى شو اسلام انت عم تشتغل لا هذاك شنو هذاك الساعه هذه مايونيز و هذه صوص تارتار يقول لي هذه حمص هذا باش هذه صوص تارتار مايونيز يقول لي لا.
عم الطاهر فكرني بك المثل اللي يقول اللي أكبر منك بليلة أزيد منك بحيلة. فكرني زادها في جمال دبوز أكلي موريستو الممثل الفرنساوي سيد عايتوله على دور في فيلم عادي جدا دور ثالث ولا رابع. كيخرج الفيلم للناس ظهر السيد هو البطل خلى الناس الكل التالي كيف كيف عم الطاهر. سهم ساعة يا مومة افتتاح مداولات المجلس التأسيسي سيد حط الناس الكل في مكتوبه هاي ناس الكل حطها في المكتوب واحدة واحدة تقول مستانس ما هوش مزروب يا سيدي ناقص ينقش القلوب آمن صحيح عداها أهفة ترك حريض أما السيد معلم في الترويض وحتى في الانتربيوات في الحوارات صنايع في فن النقشات أما عم الطاهر بالله الوقت عشر روترات ولا مع الثورة واتات أحلات. مرحبا بك عم الطاهر هميلة. أهلا وسهلا. نعرفش أنا من الأول كما قلت لك من بكري أول مرة في حياتي نقعد مع فاس فاس مع رجل السياسة قلت لي أنا توراني مانيش رجل سياسة اللي نعرفه أنا عم الطاهر هميلة رجل السياسة هذا اللي عندي أنا في مخي لكن يذولي فرصة اليوم باش ندردش أنا وياك نحكيه شوية نحكيه وليش نعمل نحكيه برشا زاد برشا باش نعرف شكون عم الطاهر هميلة والناس هذا كيف اللي يتفرجوا فينا يعرف شكون عم الطاهر هميلة. عم الطاهر هميلة هو مش بك تنهد شيخ شيخ عم الطاهر مش بك تنهد لما خطر المسيرة طويلة شيخ بلغ 75 من عمره ما عاشش طفولة كما تعيش الأولاد لأنه في الزمن هذاك الطفولة كانت ضحلة وضعيفة وما عناش لباش نلعبوا لباش نتحركوا في الطفولة الأولى في الحاجة 11 سنة حاجة كما هكا لقيت روحي في الكشافة وبعد الكشافة لقيت روحي في الشباب الدستوري ودخلنا فكل وقع أعدادنا لك الحركة متاع الاستقلال ومتاع المظاهرات ومتاع المطالبة بالحرية ومتاع هاك الجو هذاك في الحركة متاع الاستقلال عام 56 أنا رئيس شعبة بوك الوقت هذاك مولي رئيس شعبة كان لابدك راجل وعنده شلغم وكذا وأنا شاب عمري 18 عام 17 عام 19 عام في العمل انخرطت في الاتحاد. الاتحاد زمانتها كان اتحاد شغل واحنا كموظفين الوقت هذاك الاتحاد كان ضحل واصبحت الحزب الحاكم هو حزب كل شيء كل المنظمات ولدت فيه واصبحت الحياه شبه يابسه جافه النفوس كم متالمه الطموح شبه الوقف الامل تسكر والعباد تعيش في فوضى ذهنيه. عم الطاهر سمعني معناها الكلمات هذوما ما فقدان الامل هي الفوضى هي مش فوضى لا مش فوضى انضباط كبير انضباط نحس بمراره مراره كبيره معناها في كلامك إيه كنت فيها كبت كنت فيها كبت ما نعرفش التاريخ هذا كله معناها اللي تحكي عليه معناها اللي هو اي جيل كامل عاشوا ولكن المشكله وين انه في الستينات وقت اللي بدينا نعملوا في الاشتراكيه اللي تعملت في تونس ما كانتش بكل فاز كان ثم ناس تبدل عليهم الطبع وتبدل عليهم العمل وارزاقهم ما عادتش ارزاقهم ولا كل شيء بتاع تعاضديه وكذا ولكن الانفراستركتور بتاع تونس تعملت فك الوقت هذاك لانه كي خدينا الاستقلال وقت خدينا الاستقلال عام 56 تعرف قداش كان ثم اللي يعرفوا يقراوا ويكتبوا في برا تونس 3% 3% والبقية كلهم إليتري لوزمون بوردواك أنت منهم أنا ال 3% كي صحح في الورق يصحح بسبعه يبسم ثم وقعت إنجازات كبيرة ولكن مش ظاهرة انفراستركتور كي 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 معناها كي في الفترة معناها الفترة البرجيبية كيف هي فيها هالبرشة جوانب الإيجابية وكل شيء
وتو هنا تو رجعنا دخلنا نحكيوا في السياسه ما لقينا ما حدش حابين نحكيوا في السياسه. اما ها وتو ثم الحركه اللي قايم بها سي الباجي قايد السبسي انه يحبوا الفكر البورقيبي الفكر البورقيبي النير. لا مش صحيح. وانت عندك الجانب معناه مطلع كما مش صحيح من جانب اخر لانه ثم تجربه بورقيبي مش نحب نقول ثم قلت انا تو بالضبط باش تفهمني ثم سي الباجي قايد السبسي من 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 الانصار البورقيبيه اللي كانوا موالين انصار بالبورقيبيه مش انصار ثم فرق بورقيبه تجربه سياسيه ماهوش فكر سياسي بورقيبه بورقيبه تجربه سياسيه بورقيبه كان عنده مجتمع فقير وجاهل عمل خيار باش يردوا مجتمع متعلم ومجتمع يعمل ويشغل وينتج وتونس هكبرتها. اذا بورقيبه كان عنده موقف ورأي وتجربة. اليوم الباجي قايد السبسي شنو مش يعمل لنا؟ باش يعمل لنا كبرقيبة ما عادش باش يزيد يعمل لنا مدارس فوق المدارس وليسات فوق الليسات وسبيطارات لا مش صحيح. ولذا بورقيبة مرحلة عطات عملت نفرة ستركتور بتاع برا تونس بتاع الشعب التونسي وبتاع الحياة التونسي. ثم أنه الفترة هذه وقت جات وقت الاشتراكية في العالم والليبرالية متوازنين في الحكم متوازنين الليبرالية والشيوعية متوازنين والدول العالم الثالث عالم الانحياز كانوا في الوسط يستغلوا هذا ويستغلوا هذا باش ياخذوا نصيبهم من الحياة. اليوم الفكر أو الرؤية الإسلامية أو الروح الإسلامية أصبحت شايعة في العالم العربي الإسلامي كله بحيث هي بيدها الروح الإسلامية هذه أصبحت القاعدة تفكير واستنباط حلول للمشاكل لأن الطريقة اللي تستعمل فيها كل الحركات الإسلامية بتاع العالم كل قاعدين يوظفوا فيها روحيا وعقائديا ولكنها اقتصاديا واجتماعيا لن تؤدي إلى شيء يذكر لأنه الماضي نقرأه ونستشف منه العبرة أو الدرس أما الماضي لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة إنتاجه ما تنجمش تنتج الماضي. الإنسان مثلا أنت تبدأ لك في السيارة إما تغزر للبرابريز وتجري وتوصل للهدف متاعك وإما تغزر للروتروفيزور بعد 10 متر وتعمل أكسيدون. السلفيين كلهم يسوقوا في كهرباء ويغزروا للروتروفيزور عم الطاهر باقي أنت تو تنجم تعوم في الدومين بتاعنا ولا مثلا شنو الدومين الدومين بتاعنا اللي هو الفن الفن بحر ما عندوش شطقان البس شومبريرك وادخل اي لا نعرف نعوم تعرف نعوم غير شومبرير لا نعوم غير شومبرير ونعرف نغطس ونعرف نعمل كل شيء الحمد لله. علاقتك بالفن معناها في تونس ولا علاقة بالفن العالم بصفة عامة الفن التصنيفات الفنية المغروم بها انت الفن مش في تونس الفن ظاهرة إنسانية والفن الأساس متاعه أنه يربي الذوق والناحية الجمالية في الإنسان فبالذوق يولي هو يبحث على جمال ذاته ويبحث على جمال خارج ذاته وتصبح ويحاول باش يجعل الدنيا والحياة جميلة ومريحة. شكرا عم الطاهر هذا هو الفن تبقى كل بلاد أيوة. كل شعب كل ثقافة تخرجه بطابع خاص ولكن الفن يبقى هو فن وهو يعالج الذوق في الإنسان وإذا كان عمل أي عمل فني ما يعالجش الذوق وما يرتقيش به وما يجعلوش أكثر رقة وأكثر دقة وأكثر حلاوة فهو مش فن فالفنان يسمى فاشل سواء مسرحية سواء لوحة زيتية سواء قطعة موسيقية سواء قطعة شعرية قصة اللي تحب انت نحت اللي تحب انت اما يلزم يحرك الفن ويأثر باش الانسان يكون اكثر جمالية في فعله في سلوكه في نمط حياته. يا سيدي علاش هالبراد هك لو كان مش ثم فن ورده جميل صحيح علاش هتبقى مزين ثم فن وثم قوة الفنان أنا مثلا نأخذ زوز فنان نأخذ النحت هذا نعطيه خشبة بتاع زيتون
ونعطيهم طرقة صغيرة ومربوع. وتعرف المربوع؟ نعرف المربوع. خشبة طرقة صغيرة ومربوع ونعطيه خشب. ونجي لواحد جاهل ما عندوش فن ونعطيه خشبة ونعطيهم طرقة ومربوع. هذا أكل فلاقة أكل خشبة يخرج منها تحفة ويحاجز منها شيء تزين بها المكتب بتاعك، والآخر يضربها ضربتين ويعملها في حم ويطيب بها برتين، وهي نفس الحاجة على على الخشبة والزيتون والمردومة. نقول لك شكرا عم الطاهر. شكرا وبارك الله فيك. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا.